عارفة يا نيلي؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة لوحدينا. أنت بتهزر صح؟ بهزر إيه؟ أصلك قلت لي عارفة يا نيلي أول مرة، عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكرة أنا ما بهزرش وعلاقتنا أصلاً ما تسمحش بالهزار. طب أنت ليه قفشت؟ أنا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامد سيب النعجة يا خروف. على فكرة ده عاكسني وشتمك. لا على فكرة ده عاكسني أنا وشتمك، لأنه قال يا جامد مش يا جامدة. هو لو عكسك أنت وقال يا جامد وأنت مبسوط بالكلمة يبقى المشكلة أكبر بكتير. أنا مش مبسوط، هو شايفني جامد لكن أنا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة سيب النعجة يا خروف، فأنت الخروف لأن النعجة دي أكيد هي البنت. ما أنت النعجة يعني شتمك زي ما أنا قلت. أي بس هو يشتمني، أنت سايبه يشتمني يعني؟ خد يلا يلا، أنت بتشتم مين يلا؟ خد يلا يلا، ما حدش رباك في بورسعيد يلا خد. والله أهو خروف قوي نعجة قوي. بص أنت بتعمل إيه؟ الحركة دي تبك المسلسلات. مسلسلاتي والله بجد، بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي توب وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر وهما بيكونوا بيكلموا عادي. على فكرة أنا عايز أجيبها في آخر كونتينر اللي فوق ده. أيوة ليه يعني الماسكة دي؟ جر يالا، ما عرفنا إنك ظابط خلاص خلاص. نيلي نيلي خدي يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركة اللي أنا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيرة بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيرة بتاعتك أنت؟ شفت الزمن يا أستاذ عبد العزيز؟ أنبليفبل. إيه؟ فعلاً يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز أنا واقفة. لا مؤاخذة يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعة. اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوة. لا على فكرة في أهواجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي أنت عايزه. إيه دي المعلومة الجوهرية دي؟ ما أنا عارف في أهواجي، عايزك أنت تجيب لي قهوة. ليه يعني؟ بكرهك يا أخي. ماشي. قهوتك إيه يا باشا؟ مانو. لا أنا ماليش دعوة أنت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، أنت قهوتك إيه؟ لا ده أنت لذيذ كمان، أنت تجري تجيب لي القهوة المانو وماية سقعانة. ماية إيه؟ سقعانة. أنت بتضحك عليا. ماية سقعانة. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد العزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك. هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احل القهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا ما القهواجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهواجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا، اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوه لك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد العزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاكم. خليك هنا.
ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا، انا اعرف المقدم محمد انور. لا، يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه وقولوا اه. شفته؟ عندها حق على فكرة، هو اللزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجة يا خروف. زي ايه يا عم فيه؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره، بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ أنا نو واي قابل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي أصلا. أنتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عاملة إزاي؟ أنا كنت حاسة إن أنا زي منة شلبي في فيلم هي فوضى. وأنا كمان. أيوه. كنت حاسس إني هالة فاخر. إيه ده؟ بصوا أنا ما شفتش الفيلم، بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. أنت شارب بانجو أكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. Whatever. شوفوا بقى هتعملوا إيه عشان أنا هرجع القاهرة دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي. انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شيريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والطواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانيه وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقولك يعني سايسيكي دوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. ما شفتش فيلم أربعة في المهمة الرسمية؟ نيلي أنا مش عايزك تضعفي. سيف متأفورش كده. أنا مش بأفور، أنا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله أخضر، تالت حرنكوشة خضرة تطلع لي، الأصفر هيطلع إمتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي، يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي أبوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك، وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونة. أوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يالا تعالى، خد شاكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبد العزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد العزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده ايه، لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفلي اقفلي في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها، وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه عشان الواحد يخدم بقلب، وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. قول كده اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجه تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعه؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجه قليله يا زيزو.
يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انت يعني عارفة يا نونة. ايه نونة دي؟ لا يعني بقولك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقلك نونة، نونتي بنتي الصغيرة. جخ جخ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانة منك يا زيزو، معقولة اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شوية، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة، كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه يعني لسه على قده، خلاص إحنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا، استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنت بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكو. ثانك يو. ثانك يو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لما أخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهاردة؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت، انتي انا اتخنقت من العوجة اللي انتي معوجها لنا دي، على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟ يوكي انا دخت. دختي من ايه يا كتكوتة؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي، قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم، لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هواجم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساقعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا مقصودش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي يا راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا. عارف قوي. صحينا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكم في الاوتيل ده، كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلوي صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه زميلي. يا صوبيا مزز. ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى احلى صوبيا دي. ايه ده؟ هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقيه ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. ده نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بصوا حاطين له ايه اباجوره؟ ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشم ده؟ هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل. تعالى بدل مكاني. يعني مكان. انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك، ما هي بقى نايمه هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي.
اتجاه وشه في اتجاهي انا، يعني باصص لي انا. يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش، هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب. طبيعي يا ابني، واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول، هيتحول تاني. بقول لك ما تقلقش، ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي اللي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش، ما تتكرمش يا اخي. هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه، ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي زعقت، انت اللي نرفزتني. غطي انت. بص بيعمل ازاي يا ربي. كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكره. البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضرة عليكي دي. هو انا بسالك انت؟ يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي. انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي، نيلي بقول لك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين، السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي، ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله، بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. I hope so. نيلي، هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده، بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطك كتير وحاجاتي كتير؟ زلت لسان، غلطت يا نيلي، غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجامه. سوري، مش هديكي بيجامه. ماشي ماشي، انت حرة. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانت حرة بقى تستحملي ريحة حضنك بكرة في العربية وافضل قاعدة جنبك كده. بس 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 بليز، اتفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكرة ان عشان انا اديتلك بيجاما من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكرة، انسي. انا ما طلبتش منك لبس، عشان انا هغسل لبسي وانشره بكرة يبقى زي الفل. Whatever. على فكرة لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعة 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكرة انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهمني. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المية سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني معاه لوحدينا؟ وانت مكسوف. مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش. يا ابني احنا ولاد زي بعض. بص هو ولاد زي بعض، اول ما بتقولي ولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه. لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها مني غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى، شد شد. ايوه لا لا لا. قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شريهان ليه؟
تعبيط يا ابني ولا ايه؟ شيريهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان ناخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف، دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيللي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج؟ في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء، المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الأخوة والزمالة. أخوة وزمالة بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغية، تليفونات، تشحن لها كارت ب10 ترد عليك بكل تون، مفيش حب يعني؟ حب للأسف لا. عارف يعني؟ عارف نيلي دي إنسانة جميلة ورقيقة، وساعات بحس إنها قريبة مني، يعني بحس إنها إنسانة رقيقة ومشاعرها كده بتهفف. إنتوا تشوفوها متعجرفة متسلطة، لسانها طويل، لكن هي في الآخر، في الآخر، في الآخر بيمرر؟ لا بيكحح. أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا ما بشربش سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. أمال إيه ده؟ هو أنت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ شريهان، نعم، ممكن أسألك سؤال؟ ها؟ ليه يا حبيبتي أصحى من النوم ألاقي الفيو حبل غسيل؟ ما تنشري في الحمام. أولاً الحمام ضيق، يعني مش مكفي هدومي، أنشر فين أنا؟ على فكرة الحمام مش ضيق خالص، أنتي اللي هدومك كتير قوي، مش معقول بني آدمة تلبس كل اللايرز دي فوق بعض. أنتي هتحسديني ولا إيه عشان لبسي كتير؟ وبعدين يا أستاذة يا بتاعة الفاشون، مدام أمينة شلباية قالت إنك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضة، يا جهلة. I doubt ان الست قالت كده، انتي اللي من جهلك فهمتي غلط. متحاسبي بقى يا حيوان، انتي هتوسخيني بقى. بنت انتي اتمسي وقولي يا مسا، البتاعة دي مبلولة ممكن اكتم بيها نفسك زي الخلقة منى عادي ولا تفرقي معايا. خلاص انتهينا. استغفر الله، انا حتى مش عارفة الجرأة فين. شريهان، نعم، انت هتنشريها هنا جنبك كده وانت نايمه؟ انت خايفه عليا يا نيلي لابرد؟ لا ما تخافيش، الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمه دي. على فكره انا اكيد مش خايفه عليكي، انا خايفه على البيجامه بتاعتي اللي انت لابساها. استغفر الله العظيم يا رب، صبرني. نامي نامي. الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت بموت. ايه ده ايه ده؟ ايه ده، انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا هاخد نفسي. ما هو انت عشان كاتم نفسك، شيل ايدك يا حبيبي. انت بتلعك وراك ليه؟ بتلعك ليه دلوقتي؟ بس يعني انت هو جاي من الشغل تعبان، بتضحك ليه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش انا اللي بيحصل لي يا هاني؟ انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربني حشيش ليه؟ انا ام سوري، ام سوري، انا اسف، انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى اهدى، نفسي هاني. على فكرة انت عامل دماغ حلوة جدا، حاول تستغلها، الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوة ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي، انا وشي منمل يا هاني، انا مش حاسس بوشي. انت شايف وشي يا هاني؟ موجود اهو. وشي منمل يا هاني؟ هو انت شربتوني ايه، مبيت حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى، على فكرة كيف ده اصلا وهم؟ وهم ازاي يا جماعة؟ مش وهم ولا حاجة والله. وهم. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك يا دايما. ما بتتحركش، اتحركي بقولك، اتحركي اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها، هتتفرجي عليها، خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك انت زي الفل. هو انت عايز تقلعني وخلاص؟ انت بتشربني عشان تقلعني؟ مش هقلع، انا مش هقلع. اصحى لي وفوق من نومك، قالوا النهارده